وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من الناصرة دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك دكتور سهيل. يعني أتساءل معك حول كيفية استخدام نتنياهو للتوازنات الداخلية في إسرائيل من أجل البقاء والاستمرار في منصبه، وأيضا رفض أي صفقة لوقف الحرب على قطاع غزة. تحياتي لك بداية والمتابعات والمتابعين. ما جرى من نقاش بين الجانب السياسي والجانب العسكري كان هذا الأمر هو أحد تجليات مثل هذا الخلاف وهذا النقاش الدائر منذ مدة طويلة، وهو ليس الوحيد بهذا المجال. هنالك العديد من الملفات الخلافية بين الجانب السياسي والجانب العسكري، أهمها أربع ملفات كبيرة. الملف الأول، من المسؤول عن 7 أكتوبر؟ وهذا النقاش بدأ أيضا يعني بشكل أو بآخر في فترة الانقلاب القضائي قبل 7 أكتوبر، ولكن 7 أكتوبر جلب المزيد من هذه النقاشات. الملف الثاني هو اليوم الثاني بعد حرب غزة، هنالك رؤى مختلفة بين الجانب السياسي والجانب العسكري. نتنياهو يريد إبقاء الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، أول أمس قام بتعيين حاكما عسكريا على قطاع غزة لإدارة الشؤون المدنية، الأمر الذي أزعج الجانب العسكري، وقام رئيس الاستخبارات العسكرية في قطاع غزة بالاستقالة على التو بعد هذا القرار لنتنياهو. الملف الثالث هو تجنيد الحريديم، نعم أم لا، وهناك خلاف كبير حول هذا الملف. والأمر الرابع هو صفقة تبادل الأسرى، وهل المحور الفيلادلفي يشكل عائقا أمنيا لإقامة مثل هذه الصفقة. أمام كل هذه المواضيع نرى أن الموضوع ليس مرتبطا بعلاقات شخصية أو بعدم يعني تناغم بالحياة العملية في إدارة الجيش والدولة، وإنما بالأساس هنالك ملفات عميقة وخلاف كبير جدا بين هذين الجانبين. وعلي أن أشير إلى نقطة مهمة، أن نتنياهو منذ فترة طويلة يقوم بانقلاب ليس فقط بالقضاء وليس فقط في الشرطة، حيث نجح في قلب موازين القوى داخل المؤسسة الشرطوية، وإنما الآن يقوم بمحاولة انقلاب على الجانب العسكري، ويلاقي كل الوسائل للاصطدام مع القيادات العسكرية مثل هيرتسي هاليفي ووزير الجيش الإسرائيلي جالانت من أجل أن يحرز هذا الانقلاب وبأسرع وقت ممكن. نعم، نتحدث عن أنه ليس السؤال الأهم هنا لماذا يعطل نتنياهو الصفقة، ولماذا هو على خلاف مع القيادة العسكرية والقيادة الأمنية التي لربما تدفع نحو هذه الصفقة، ولكن السؤال هنا من أين يستمد قوته، عناصر قوته في اتخاذ هذا أو هذا الموقف تحديدا؟ 3 عناصر قوة لنتنياهو. الأمر الأول هو الأكثرية في الكنيست، 64 عضو كنيست، وهو حتى الآن ينجح ب يعني محاكاتهم. يعني علينا أن نرى أيضا جزء من العملية العسكرية الكبيرة والحرب المعلنة على الضفة الغربية على سبيل المثال كجزء من تعويض لسموتريتش وبن غفير على إمكانية أن يبقوا بالحكومة في حالة الوصول إلى أي شكل من أشكال الصفقة. فهذه نقطة قوة، وما زال يمتلك القرار. وبعد خروج جانتس وأيزنكوت من كابينت الحرب فإنه هو الوحيد الحاكم بأمره، دعنا نقول، في الحكومة الإسرائيلية. النقطة القوة الثانية هو ليس الغطاء الأمريكي، وإنما دعني أقول التواطؤ الأمريكي مع المواقف الإسرائيلية، وهو ضمن ذلك في أكثر من مفترق طرق، ولم يتحول الموقف الأمريكي المتناقش مع إسرائيل ببعض القضايا إلى وسائل خشنة للضغط على إسرائيل، وهو يركن على ذلك من هذا الجانب. والأمر الثالث الذي يعتمد عليه نتنياهو هو الصمت المجتمع الدولي، بمعنى صحيح أن هناك ملاحظات وانتقادات وبيانات تنديد هنا أو هناك من هذا الطرف أو ذاك، ولكن الصورة العامة هنالك صمت دولي على
حملة الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وكل ما تقوم به إسرائيل من موبقات في الضفة الغربية وقطاع غزة. دكتور سهيل، بعد مرور أكثر من 10 أشهر على الحرب على قطاع غزة، ما هي أبرز مكاسب وخسائر نتنياهو السياسية خلال هذه الفترة؟ لنبدأ بالخسائر. الخسارة الكبرى لنتنياهو بتقديري وقراءتي أن المجتمع الإسرائيلي لن يقبل بإعادة نتنياهو في أي انتخابات قادمة، حتى ولو جلب لهم كل صور النصر الحقيقية والموهومة. بغض النظر عن نتائج هذه الحرب، الثقة الجمهور الواسع من أطرافه المختلفة وأيضا بداخل اليمين في إسرائيل لا يثقون الآن بنتنياهو، وباعتقادي أنه يعني هذا الأمر أصبح يعني ناجزا. ودعني أقول أنهم هذا لا يعني أن المجتمع الإسرائيلي لا يريد اليمين في إسرائيل، يريدون اليمين ويريدون يمين قوي ومتطرف، يتحدثون عن بنت، يتحدثون عن آخرين، ولكن نتنياهو قد يعني احترق من حيث المفهوم الثقة بينه وبين الجمهور. الأمر الثاني الذي خسره نتنياهو هي مجمل العلاقات الدولية وخاصة مع الإدارات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. برأيي رغم أن الولايات المتحدة تغطي إسرائيل بكل القضايا، ولكن هنالك توجهات جديدة في تغيرات بنيوية في داخل المجتمع الأمريكي والمجتمعات الغربية عامة، بدأت تؤثر على القيادات السياسية والنخب، والتي مفادها أن إسرائيل أصبحت تتحول إلى عبء على الغرب وليس يعني أمرا مجديا بجميع المفاهيم، سواء بحماية المصالح الغربية بالشرق الأوسط، وسواء في الدور المتعلق في الأمور الإنسانية والديمقراطية والتعامل الدولي حسب القوانين الدولية. فلذلك هذين الأمرين خسرهما نتنياهو. وأمر ثالث دعني أقول، لحمة المجتمع الإسرائيلي. باعتقادي سيكتب التاريخ في نهاية الأمر أن الشخصية الأساسية التي جاءت لتعمق وتمزق المجتمع الإسرائيلي من قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر هو نتنياهو، وأن هذه اللحمة التي كانت خاصة في داخل الجيش والمؤسسات الأمنية والدولة العميقة والتي سادت خلال عشرات السنوات الماضية لن تعود، ليس فقط بالفترة القريبة وإنما لأمد بعيد. ماذا ربح نتنياهو؟ ربح نعم برأيي أن أنه منع إمكانية إيجاد بدائل في داخل حزبه أو بمحيطه أو بائتلافه أو بمعارضته، لكي يستطيع أن يصل إلى وضعية يحدث قلبان للطاولة إن صح القول بحكم نتنياهو في إسرائيل حتى الآن. وهذا الأمر يعتبر يعني لصالحه بهذا الشكل أو بآخر. النقطة الثانية التي من الممكن أن تؤدي إلى يعني بعض المكاسب المستقبلية لنتنياهو هو بمفهوم الجانب اللاهوتي التوراتي والرؤية اليمينية الفاشية بما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية. نتنياهو يريد، وهذا ما يقوم به الآن، أن يتحدثون عنه لاحقا بأنه منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأنه هو الذي قضى على القضية الفلسطينية نهائيا يعني كيان ذات سيادة وطموح سياسي. نعم. وهذا ما يقوم به الآن، وهو يراهن على هذا لكي يبقى له لاحقا. نعم، على كل الأحوال أشكرك شكرا جزيلا على ما أفدتنا به من تحليل لآخر تطورات الداخل الإسرائيلي. كنت معي من الناصرة الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية.